دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. لقد أرشدنا الرب خلال الأيام الفائتة لندرس في رسالة تيطوس الإصحاح الثاني، حيث بدأنا من العدد 11، وفي آخر خدمة لنا درسنا حتى نهاية الإصحاح الثاني. أما اليوم فسنبدأ بدراسة الإصحاح الثالث، ولكن ما زال هناك شيء يجب أن نتأمل به في الأعداد الأخيرة. وهنا في هذه الرسالة التي أرسلها بولس مستخدماً من الروح القدس ليكتبها للأخ تيطوس أحد الخدام في عهد الرسول بولس، حيث يقول العدد 11 بأن نعمة الرب قد أظهرت لتجلب الخلاص لكل البشرية. فلا يمكننا أن نكون وعاظ أو مبشرين بتعليم خاطئ، حاشا. لكن إن كان هناك أناس يرفضون الخلاص ولا يقبلون أن يسلكوا في طريق الرب، فلا يمكننا أن نفعل شيئا سوى أن نصلي من أجلهم. وربما يوما ما ستفتح عيونهم وسيدركون كم كانوا مخطئين عندما رفضوا أن يفتحوا قلوبهم للرب، لأن نعمة الله أتت لتمنحنا الخلاص. لقد درسنا أيضاً بعمق كيف يجب أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. لنقرأ معاً. معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه، وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. يجب أن لا يستهن بنا أحد، ولا حتى أن نستهين بأنفسنا. لكن أحيانا كثيرة نكون بأمس الحاجة لموعظة حتى أكثر من الأشخاص الذين نعظ لهم. ويقول في نهاية هذا العدد، تكلم بهذه، وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. إن كنت تريد لشيء ما أن يحدث فعليك أن تتكلم من كل قلبك. وإن كنت متورط بخطية ما وتابعت القول أنك لا تريد هذا، لكنك ما زلت تغرق بها أكثر وأكثر، والحقيقة أنك تستمتع بهذه الخطية، لكن عندما تقرر فعلا أنك لا تريدها وتتكلم بالسلطان الذي تملكه من الرب وتنتهر الشرير بعيدا، ستستطيع بكل بساطة أن ترفض تلك الخطية. وبعدها يقول بولس في الإصحاح الثالث العدد الأول، ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح. هذا ما أريد التركيز عليه. يجب أن نكون مستعدين ليس فقط بفكرنا بل بقلوبنا. يجب أن نكون حاضرين لكل شيء، لكن بعضهم لا يفعلون ذلك. على سبيل المثال، إن كان هناك شخص ما في بيتك بحاجة للصلاة، وعندما بدأت بالصلاة من أجله بدأت الشياطين تظهر نفسها في هذا الشخص وبشكل عنيف، فماذا ستفعل عندها؟ هل أنت مستعد لحدث مثل هذا؟ أوه دكتور سواريز، إن الشياطين لا تظهر ذاتها بهذه الطريقة. أحبائي، في أحد الأيام كنت في ساو باولو في مدينة اسمها بروموسيو، كان هذا منذ 20 سنة تقريبا. استأجرت نادا، وعندما وصلت هناك حيث كان المكان ممتلئا، وقد أخذت مساعدا واحدا معي فقط، ولم أرى ذلك العدد من الأشخاص المضطربين كما رأيت في تلك الخدمة، وكانوا مجتمعين هناك. وعندما قلت دعونا نقف على أقدامنا لأننا أتينا إلى هنا باسم الرب يسوع المسيح، وإذ بثلاث شياطين في عدة أشخاص قاطعت تحيتي بلا 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 بلا. فنزلت لأخرج الشياطين لأن الخادم الذي كان معي لم يكن لديه خبرة. كنت أقول لأن الله حاضر في هذا المكان، والصوت مرة أخرى بلا 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 بلا. فكلما ذكرت كلمة يسوع كانت الشياطين تبدأ بالظهور، وبعد ذلك ضحكت على ما قاله صاحب النادي. فعندما وصلت قام بعناقي وقال، دكتور سواريز، أنا أشاهدك على التلفاز وأشكر الله أنك هنا. كان علي أن أدفع $200 من أجل أجار المكان. وعندما انتهت الخدمة ذهبت إليه وقلت، هذا هو مالك؟ فقال، لا، لن آخذ منك شيء، ليس هناك داع أن تدفع البتة. فقلت، لماذا؟ لقد كانت خدمة مباركة. فقال، أجل، لكن لا يمكنك القيام بالخدمة هنا مرة أخرى. فسألته لماذا؟ قال، لأن خدمتك قوية جدا.
فقلت دعني أدفع المال إذن. فقال لا 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 أريد أن أشكرك، استخدمها من أجل أمر آخر، ولا أستطيع أن أؤجرك هنا مرة أخرى لأن الخدمة قوية جدا. أحبائي، ماذا سيحدث إن كنتم تصلون بقوة وبدأت الشياطين تظهر نفسها أو أي مشكلة أخرى حصل، شيء غير طبيعي ولم تتوقعه؟ يجب أن تكون جاهزا ومستعدا لفعل العمل الصالح. لنفترض أن شخصاً من أقاربك ذهب لطبيب وأخبره أن لديه مرض سرطان مثلاً، فلا يمكنك أن تتركهم، بل يجب أن تصلي من أجله، فالله قادر أن يزيل هذا المرض مهما كان خطر جداً، فأنت تملك السلطان لتخرجه وتنهي كل معاناة وتطرحها خارجاً. فكل ما نفعله يجب أن يكون مستنداً على كلمة الله. يجب أن نكون مهيئين ومستعدين دائماً لكل الأعمال الصالحة. دعونا نجري مقارنة صغيرة. في الوقت الذي وقف فيه داود ليقاتل جولياد، لم يذهب إلى هناك من أجل الحرب، بل ذهب ليزور إخوته، وعندما وصل رأى ما كان يحدث. لقد كان الوضع محرجا جدا أمام ذلك العملاق الذي أتى ليتحدى شعب الله. كان الجميع خائفين ويقولون أوه لسنا مستعدين لمحاربته، وداود الصغير تقدم للحرب. لماذا؟ لأنه كان مستعدا دائما للأعمال الصالحة. إخوتي، لا عجب أن الرب اختار داود ليكون ملكا لإسرائيل. هذا لا يحدث من خلال السحر، بل عليك أن تطلب الرب، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. عندما تسير الأمور بشكل جيد عليك أن تجهز نفسك، لكن الكثير من الناس لا يكرسون حياتهم ولا يصلون، وإن أيقظهم روح الله للصلاة في منتصف الليل يفضلون أن يحظوا بنوم هادئ. قال يسوع: الذين يبكرون إلي يجدونني. فيجب أن نستيقظ ونطلب وجه الرب باكرا. يقول الكتاب المقدس في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني العدد 15: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى. بمعنى آخر، أنت لن تخزى مهما كان الوضع، وخاصة إن كنت تتغذى بكلمة الله. ستعرف ما يجب أن تقوله وما يجب أن تعظ به. ستتمكن من إكمال عمل الله في حياتك. فإن ظهرت الشياطين في وقت لا تتوقعه ستكون مستعداً. بعضهم يذهب للقس ويطرق بابه، لكن يجب على جميع خدام الرب أن يكونوا مستعدين للعمل والخدمة كما نصحنا بولس في رسالته. علينا أن نتذكر هذا لنصحو ونسهر. علينا أن نكون مستعدين للقيام بالعمل الصالح، أن نكون عاملين لا نخزى دون أن نقدم أي أعذار. يقول هنا مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. دعونا ننتقل إلى رسالة تيتوس الإصحاح الثالث العدد الأول: ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح. ثم يقول المزيد في العدد الثاني: ولا يطعنوا في أحد. فمثلاً إن فعل شخص ما أمراً خاطئاً لم يكن عليه فعله، لا يجب أن تذهب وتخبر الجميع بما فعله هذا الشخص وتجلب العار على رأسه. دعونا نكون أناساً يزيلون العار عن رؤوس الآخرين بدلاً من وضعه عليهم أكثر. ينبغي أن نرفض النميمة في الكنيسة، لا أن ننشر الفضائح ونتكلم عن الآخرين في غيابهم ونخبر الجميع عن أخطائهم وزلاتهم. فلا تطعنوا بأحد. وماذا أيضا؟ ويكونوا غير مخاصمين. علينا أن لا نخاصم أحدا أو نسعى لاستفزاز الآخرين من خلال كلماتنا، ولا نصغي لما يقولونه. نحاول أن نزعج كل من حولنا. وماذا أيضا؟ حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس. إن تصرفنا هكذا سنكون جاهزين لخدمة الرب. يقول بولس كل هذه الأشياء لأن خلاصنا قد تم. عندما ولدنا ولادة ثانية
عندما قبلنا الرب يسوع المسيح في حياتنا واعتمدنا بالماء وبالروح القدس، علينا أن نتمم خلاصنا، حيث يقول في العدد السابع: حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. فنعمة الله هي عمله لصالحنا، وهكذا نصير ورثة مع المسيح. ففي إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله. فعندما نقبل الرب يسوع نحن نقبل الحق، وبقوة الله نبدأ بالنمو به. ونسمع أحياناً عن بعض المؤمنين ونتعجب كيف يستخدمهم الشرير بطريقة سيئة. لذلك علينا أن نكون مستعدين دائماً. لماذا؟ لأن نساعد الناس بدلاً من أن نشهر بهم، ولا نكون مخاصمين للآخرين بل حلماء ولطفاء. نستمع لما يقوله الأشخاص، نعينهم في كل طلبة. فالله أعطانا سلطاناً للبناء وليس للهدم، كما يقول هنا: دعونا نصغي. رسالة تيطس الإصحاح الثالث العدد الثاني: مظهرين كل وداعة لجميع الناس. لا تكن ذلك الشخص الذي يحب انتقاد الآخرين. فإن رأيت شخصاً يخطئ، هذا ليس من شأنك، دع ذلك الشخص يصلح خطأه بنفسه. وإن شعرت في قلبك أنه يجب أن تساعده، صلي واطلب من الرب أن يفتح عيون ذهنه. وإن كنت قادراً على إصلاح حياته فلا يجب أن تنتظر أي مقابل، أي مكافأة من أي نوع، لأن الرب سيكافئك في اليوم الأخير. لكن هناك البعض لديهم هذا السلوك، لديهم ذلك الصديق الذي يثرثر أحياناً ويخبرونه بأسرار الآخرين، لكن يجب ألا يفعلوا ذلك، فهذا أمر قد أظهره الرب لهم. فيخبرون شخصاً آخر وهو يخبر آخر أيضاً، وهكذا يشوهون اسم هذا الشخص وسمعته إلى الأبد أو حتى لمدة معينة. فقد كان شخص جيد ومستقيم، لطيفاً مع الجميع، مبتسماً دائماً، يساعد الآخرين، لكن شخصاً آخر غير جيد، قلبه مليء بالخبث، غير مستقيم أمام الله، ولم يتغير بشكل جدي. وعندما رأى خطأ ذلك الإنسان بدأ بتشويه سمعته، وبدون أساس لهذا الاتهام. لنركز جيداً في العدد السابع: حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة. فإن كانت حالتك الروحية لا تتطور، وهناك بعض التصرفات الخاطئة في حياتك، أموراً لم تنزعها من قلبك بعد، إذن لن تصل إلى البركات التي يذخرها لك الله. دعونا نصلي الآن أحبائي. أبانا، أنا أؤمن أنك قد تكلمت لقلوب العديدين اليوم، كما تكلمت إلى قلبي أيضاً. أشكرك يا إلهي، معلناً احتياجنا لنتعلم لنكون مستقيمين أمامك. علمنا يا رب أن لا نطعن بأحد أياً كان، نريد أن نكون مستعدين لكل عمل صالح. أعطنا نعمة يا إلهنا لننشر السلام ونزرع كلمتك المقدسة. لا تسمح لنا يا إلهي أن نزعج من هم حولنا أو نخلق المشاكل والخصومات واستفزاز الآخرين. أبانا، اجعلنا حلماء ولطفاء مع الجميع، سواء كانوا جيدين أم لا، إن كانوا مخدوعين من إبليس أو يعاملوننا بطريقة سيئة. أبانا، نحن نثق أنك تريد الأفضل لنا، لذلك نرفض كل ما هو ليس منك في حياتنا. نسألك يا رب أن تهيئنا لتجعلنا مستعدين كعائلة واحدة أمامك، لنتمم عملك الصالح، لنطرح الشرير خارج حياتنا، لنكون بركة لكل من حولنا. أحياناً قد يكون من خلال عظة شخص ما، فتصل كلمتك وتمنعهم من ارتكاب خطية ما، كالزنا أو عدم الأمانة، كالانتحار. إلهنا، ساعدنا لنفعل الخير في كل وقت، ولنمنع روح النميمة أن يستحوذ على قلوبنا، ولئلا نطعن بالآخرين،
اجعلنا مخلصين دائما يا إلهنا الحبيب. يا روح الله أعنا يا رب وشكلنا من جديد لنكون مقبولين ومرضيين أمامك. إني أطلب البركة لإخوتي وأخواتي الحاضرين هنا أو من يشاهدنا على التلفاز، الذين يسمعوننا على الراديو. إني أعلن لهم بركة خاصة، شفاء وحرية وقداسة. أعلن هذه البركة الآن باسم الرب يسوع المسيح، آمين. مجد للرب. لننتقل الآن إلى دراما الحياة الحقيقية. كنت بحاجة ماسة لإيجاد عمل، مع أنني استطعت إيجاد عمل عدة مرات، لكن لم أستمر به لمدة طويلة. كنت أمضي 3 أو 4 أشهر في عمل، و3 أو 4 أشهر في عمل آخر، ثم يجد عملاً آخر ويتركه بعد أشهر. هذا ما كان يحدث دائماً، وفي وقت لم يتوقعه جوزيه. في أي عمل بعد 3 أو 4 أشهر كان يأتي المدير ويخبرني أنه يجب علي الذهاب لقسم التوظيف الآن. كنت أنزعج كثيراً، وكنت أعلم أن هذا سيحدث مرة أخرى، وأحياناً كنت أسأل ماذا يجب أن أفعل لأطور نفسي، ماذا أحتاج؟ فيقولون لا شيء، يجب ترك العمل. لقد كانت مثل اللعنة في حياتي، وهذا كان يؤثر على شخصيته لأنه لم يستقر في أي وظيفة لوقت طويل، وكان يعاني مع عائلته. لقد قضيت 7 سنوات من حياتي هكذا، منذ عام 2000 إلى منتصف عام 2008. وبينما كان جوزيه عاطلاً عن العمل، شاهد برنامج الإيمان في عام 2008. في أحد الأيام عندما كنت عاطلاً عن العمل، كنت أشاهد التلفاز وأتنقل بين المحطات، ورأيت برنامج الإيمان يبدأ، وكنت أشاهده منذ البداية. وفي النهاية يبدأ الدكتور سواريز بالتكلم عن كفالة البرنامج، وكنت أقول لقد كانت العظة جيدة والآن بدأ يطلب المال. وكنت أغير المحطة، وفي شهر حزيران أو تموز بدأت أشاهد البرنامج لآخره. ومنذ بداية شهر آب في عام 2008 ذهبت لزيارة كنيسة نعمة الله للمرة الأولى، وبدأت أفهم كلمة الرب. وفي شهر أيلول حصلت على وظيفة جديدة، لكنه فقد وظيفته مرة أخرى إلى أن أصبح كفيلاً وانتهر كل أرواح الشر من حياته المهنية. وفي شهر تشرين الثاني شعرت في قلبي أن أصبح كفيلاً، وبدأت بدعم البرنامج. وفي شهر تشرين الثاني وفي كانون الثاني بدأت بالعمل في مكتب، وفتح الرب الأبواب أمامي، وبدأت أعمل في عام 2009، وما زلت أعمل هناك حتى الآن في نفس المكان، لأن الباب الذي يفتحه الرب لا أحد يستطيع أن يغلقه. لقد كنت أمر في وقت عصيب لأن القسم المالي كان قد بدأ، وكان علي أخذ قرارات حاسمة، ووضعنا إعلاناً في الجريدة عن فرص عمل في الشركة، وبدأنا بعمل المقابلات. وجوزيه كان هادئاً وثابتاً وسهل التعامل، والأسئلة التقنية أجابها بحرفية، وشعرت بقلبي أنه يجب أن أوظفه. والآن هو يعمل هنا منذ 4 سنوات، وهو يعمل في قسم دفع الفواتير، وهو يعمل بكل صدق، وهو دقيق جداً، وكل ما يقوله يفعله، ودائماً يعطينا النتائج الصحيحة، ويمكننا أن نلاحظ من خلال التفاصيل الصغيرة كم هو ملتزم بشركتنا. وهو يقوم بعمل جيد جداً، وهو سعيد الآن. أريد أن أشكر كل من دعم البرنامج من قبلي، لأنه من خلال هؤلاء الناس استطعت أن أشاهد برنامج الإيمان وأن أتغير. هاليلويا، كان هذا رائع. لننتقل الآن إلى فقرة السؤال والجواب. أيمكن أن ينال الآخرين بركات الله بسبب إيماني؟
طبعاً إن تكلم الله معك فيجب أن نسلك بحسب إرشاد الرب. لا يمكن أن نختلق أشياء من أنفسنا، بل يجب أن نقدم ذواتنا للرب كي يعدنا، وأن نصلي: يا رب، إن لم أكن مستعداً أرجوك ساعدني. اطلب الرب دائماً، لكن إن أعطاك ما يكفي فاشكريه على ذلك، واطلب منه أن يستخدمك باسم الرب يسوع المسيح. وعندما تشعرين أنه يريد أن يستخدمك حقاً افعلي ذلك. أحياناً يحدث ذلك بشكل مفاجئ، فلمسة القدير لطيفة وتحدث دون توقع، تماماً كما حدث مع حزقيال. قال الرب له: ماذا ترى الآن؟ فقال: أرى ثقباً في الحائط. فقال له الرب: انقب في الحائط. وماذا يعني الثقب في الجدار؟ شخص مهمل ضرب الجدار بأداة ما وكسره. فعندما نقب حزقيال وجد باباً، وقال له أن يفتح الباب ويدخله، وعندما فتحه وجد الكثير من أعمال الشر تحدث. فذات الأمر قد يحدث معنا. قد نكون قد اتخذنا قراراً ما في السابق ونظن أنه صحيح، وبعد ذلك يرينا الله ثقباً صغيراً، فنكتشف أننا أسوأ من الناس الذين طعنا بهم. لكن الله دائماً حاضر ليرحمنا ويغفر آثامنا. المجد لإلهنا. دعونا نقف الآن أحبائي لنصلي. أنا أعلم أن الرب قد تكلم بقوة اليوم، وأن العديد منكم قد اتخذوا قرارات حقيقية. احنوا رؤوسكم وأغمضوا عيونكم. أبانا، إنا بحاجة إلى قوتك. نريد يا إلهنا أن نكون مستعدين للعمل الصالح. لقد أرشدتني وأريتني ما يجب علي فعله. أبانا، تعال وبارك هؤلاء الأخوة ليمجدوا اسمك بالعمل الصالح. تعال وتمم وعودك يا إلهي. فنحن نقف الآن هنا في محضرك المقدس، نصلي من أجل جميع الأشخاص اليائسين يا رب، كالرجل الذي رأيناه في دراما الحياة الحقيقية، الذي عمل لمدة شهرين أو أكثر وخسر وظيفته ولم يستقر في عمل لأكثر من 6 أشهر، وهذا جعله يخسر ثقته بنفسه، يشعر أنه بلا قيمة، لا يصلح لأي عمل. لكني أشكرك يا إلهي لأنك تدخلت في الوقت المناسب، منحته خلاصك ودعوته ليكون كفيلاً لبرنامج الإيمان، واليوم يمتلك ذات الوظيفة منذ 4 سنوات، والجميع يحترمه ويقدر عمله. واليوم يا رب، هناك أناس كثيرون يعانون من مشاكل شتى في حياتهم العاطفية، لا يستمرون بعلاقة زوجية. أبانا، تعال وانقذهم، بارك عائلاتهم يا رب، اغسل ماضيهم المليء بالمشاكل، تاريخهم الفاشل. يا رب، إنهم لا يقضون شهراً بدون صعاب، بدون مشاكل في أجسادهم كالضعف والهزال أو أي مرض آخر. إلهي، ما الذي يحدث في حياتهم؟ لماذا يسبب الشرير هذه المعاناة؟ إلهي، إنهم يسجدون في محضرك المقدس الآن ويصلون في هذه اللحظة، إنهم يستودعون الإهانة والذل الذي حدث لهم. تعال يا إلهي وغير حياتهم الآن. إخوتي، إنا نتحد الآن بالإيمان، وأنا كخادم لإنجيل المسيح أستخدم سلطاني الروحي وآمر الشيطان أن يأخذ كل أعماله القذرة من حياتهم. آمره أن يخرج الآن. إني أعلن شفاءً وسلاماً وحرية بقوتي وباسمي ربنا يسوع المسيح، له وحده الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين.